السلام عليكم ورحمة الله. يتم اليوم معرفة كيفية يتم إضافة كرت لنوع من أبواب المراقبة الموجودة لدينا. يتم إضافة الباب، ومن ثم اختيار في جميع الأوقات، ومن ثم اختيار الاي دي كارد للشخص المعين. يتم الضغط على كلمة المرور وإعادة تشغيل الجهاز. يتم اختبار الكرت للموظف المطلوب، ومن ثم إضافة الكرت. سيتم وضوح أن تم الكرت يعمل بشكل ممتاز. كان معكم محي الدين، لهو تكنيكال تيم.